present continuous tense. اسمه ايه؟ هي present يعني ايه؟ ماضي. present ماضي برضو؟ لا مضارع. مضارع present مضارع وcontinuous. continuous مستمر. tense زمن. يعني زمن المضارع احنا قبل كده عرفنا في حاجة present simple وفي past simple وفي past continuous. دلوقتي بناخد ايه؟ present continuous. اول حاجة الاستخدام هو present continuous اللي هو المضارع المستمر بنستخدمه في ايه؟ قال لك يستخدم ها للتعبير عن حدث مستمر الان او في لحظة التحدث او الكلام. يعني حاجة بتحصل واحنا بنتكلم دلوقتي، هو بياكل، هو بيشرب، هو بيلعب، هو بيتفرج على التلفزيون، تكوينه. في عندي حاجة اسمها افيرماتيف. اسمها ايه؟ افيرماتيف سنتنس، يعني جملة مثبتة وفي جملة ايه؟ منفية. قال التركيب بتاعه عبارة عن ايه؟ ها؟ ام مش وي، لا ام اور از اور ار، يعني واحدة منيهم مش التلاتة. ويجي بعدهم فيرب اي ايه؟ طب افكركم بحاجة، في حاجة اسمها ضمائر الفاعل اللي هي subject، فاكرينه زي ايه subject؟ اللي هي I، ها؟ she و it و you و we و they. وفي حاجة اسمها verb to be، فاكرين verb to be اللي هو ايه؟ am و is و are و was و where. بس احنا بنتكلم على present، بنتكلم على ايه دلوقتي؟ يبقى اذا was و where مالهم؟ مالهمش علاقة بالموضوع لان دول past. يبقى اللي هنستخدمهم في verb to be am is. ممكن اسألكوا سؤال، هو verb to be ده معنى ايه؟ فعل ايه؟ لا ايه بالعربي يعني يكون، يعني انا اكون، هو ما لازم تكونوا فاهمين الكلام ده. طيب احنا قلنا في عند الضمائر I، ها قولوا معايا، وايه ويو وي وزي. قال لي ايه بقى؟ قال لي I دي تاخد ايه؟ am، يعني قول ايه؟ I am وبعدين verb I ايه؟ ng. طب he و she و it دول ياخدوا ايه؟ is. طب you و we و they ياخدوا ايه؟ are. طب ينفع اقول I is؟ لا. يعني ينفع اقول كده I is playing؟ لا. طب ينفع اقول he am؟ لا. ولا لا؟ لا. she am؟ لا. ينفع it are؟ لا. ينفع she are؟ لا. لا يبقى I تاخد ايه؟ اي تاخد ايه؟ هي وشي وات ياخدوا ايه؟ يو ووي وزي ياخدوا ايه؟ ويجي بعدهم فيرب اي ايه؟ يعني انا اول ما الاقي في الجمله ام واز وار يبقى لازم اجيب بعدهم فيرب اي ايه؟ لو في فعل. فهمنا التكوين بتاعه؟ طيب يا ترى عايز اعرف هي الجمله دي اعرفها بريزنت كونتينوس ازاي؟ احنا قلنا كل زمن له كلمات، ما تتوهوش نفسكم، في حاجة اسمها الكلمات الدالة، يعني إيه؟ لو لقيت كلمة إيه دي؟ قول اسمها إيه؟ كلمة إيه دي؟ وكلمة إيه؟ listen. listen، التي سايلنت، اسمها إيه؟ listen، وخلي بالك في علامة تعجب أقول لك إيه؟ look، أكيد هتشوف على حاجة بتحصل، أقول لك listen، أكيد في حاجة هتسمعها، وإيه كمان؟ now، now يعني إيه؟ الآن، still، ما زال. واتش اوت، في عربيه جايه، في مشكله، ها يبقى ايه؟ قولوا كده لوك ليسن ناو ستيل واتش اوت. بس يا مستر لا ممكن ات ذا مومنت. في ايه تاني؟ ات ذا بريزنت تايم. لو لقينا اي كلمه من دول يبقى نعمل فيهم ايه الكلمات دي؟ نلعب بيهم؟ لا نتفرج عليهم. امال نعمل ايه؟ نحفظهم، يعني عشان لما الاقي كلمه من دول اعرف ان بريزنت ايه؟ كونتينوس. هما دول يا مستر، قال لك ما نزود عليهم كمان كلمتين، ايه رايكم؟ ممكن توداي، ذيس ويك، ذيس ايفنينج، يعني ممكن دول يدلوا على بريزنت سيمبل، وممكن توداي هنحصل كذا وكذا. انتوا فاهمين ازاي؟ تعالوا كده مع بعض نجيب امثله. اي ام ايه دي؟ مين يقراها؟ ها اي ام ايتينج. شوف هنا ايه؟ eating. مش في هنا ام؟ احنا قلنا اي ام. ينفع نقول اي از؟ لا. ينفع اقول هي از؟ لا. هي از ينفع. أيوة. لكن اي ام اي از؟ لا. طب اي ار؟ يبقى اي قلنا تاخد ايه؟ اي ام ايتينج ا كاروت. ناو هي كاروت يعني ايه؟ جزره. طب الجمله الثانيه لوك هي از ريدينج ا بوك. بص
هي از ريدنج، هو بيقرا كتاب. اول ما الاقي ايه ناو لوك بنجيب ام واز وار وفيرب اي ايه. طيب وي ار واتشينج ا موفي. طب يا مستر هنا ما فيش كلمه من دول، ممكن الجمله نفهمها مش لازم يبقى فيه كلمه. بص وي ار، احنا دلوقتي مثلا هنفتح التلفزيون، واحد انت بتعملوا ايه؟ وي ار، ها وي ار، قولوا يلا ها وي ار واتشينج ا موفي، يعني ايه؟ بنشاهد الفيلم. دي امثله عشان يعني اذا لما الاقي كلمه من دول قولوها معايا، قولوا يلا ها لوك listen now still watch out watch watch out at the moment at the present today this week this evening. يبقى بنجيب am is are او verb i a. خلصت كده يا مستر؟ قال لك ممكن اقول they are still writing. فين انا بقول لك where is your sister، فين اختك فين اخوك، بتقول لي او اخوك واختك فين، اصحابك فين، بتقول لي they are still writing، ده لسه بيكتبوا. طلعتم الفصل، فواحد بيسالك فين اصحابك، لسه بينقلوا من عصيته ليه، they are still writing، هم لسه بايه، حد فهم؟